قبل أن ننطلق في موضوعنا، فلنحاول إيصال الفيديو لعشرة ألاف إعجاب كتشجيع لنا على إطلاعكم بكل جديد. فهذه القناة تقدم إحصائيات عن مختلف الدول العربية والعالمية من مصادر مختصة في المجال، وأعطونا أنتم آرائكم في التعليقات حول المواضيع التي نطرحها. وبدون إطالة فلنبدأ الفيديو. الغاز الصخري هو نوع من الغاز الطبيعي المحبوس داخل الصخور الزيتية، وهو يمثل مصدرا حيويا للطاقة في العديد من أنحاء العالم. يتم استخراجه عبر عملية تعرف بالتكسير الهيدروليكي، حيث يتم ضخ مزيج من الماء والرمل والمواد الكيميائية تحت ضغط عالي لكسر الصخور وتحرير الغاز. هذه التقنية رغم فعاليتها في تعزيز إنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، تثير جدلا واسعا بسبب تأثيراتها البيئية المحتملة مثل التلوث الكيميائي وزيادة النشاط الزلزالي. ويمثل الغاز الصخري ثروة، ولكن يتطلب إدارة مستدامة لتقليل التأثيرات السلبية المرتبطة بإنتاجه. وفي هذا الفيديو قمنا أعزائي المشاهدين بوضع قائمة رتبنا فيها أكبر 10 احتياطات للغاز الصخري في العالم بناء على البيانات التي جمعتها وكالة إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية EIA. وبدون إطالة فلنبدأ قائمتنا. في المركز العاشر تأتي الهند باحتياط 245 تريليون قدم مكعب. تحتل الهند مركز العاشر عالميا من حيث احتياطي الغاز الصخري، حيث تتمتع بإمكانية كبيرة لاستخدام هذا المورد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، الموزعة بشكل رئيسي في حوضي دامودار وكامباي. الحكومة الهندية وفي إطار سعيها لتعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات تشجع على استغلال هذه الموارد. تاسعا تأتي روسيا باحتياطي 285 تريليون قدم مكعب. روسيا التي تعتبر واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي تمتلك أيضا احتياطات كبيرة من الغاز الصخري، خاصة في مناطق غرب سيبيريا وحوضي الفولغا. على الرغم من الاحتياطات الضخمة المقدرة، إلا أن الاكتشاف والإنتاج لم يتحقق بالمستوى المتوقع بسبب العقبات التقنية والتحديات الجيولوجية، بالإضافة إلى العقوبات الدولية التي أثرت على استيراد التكنولوجيا اللازمة للتنقيب. ومع ذلك تظل روسيا تراقب عن كثب تطورات تقنية استخراج الغاز الصخري، مع الإبقاء على احتمال استغلال هذه الموارد في المستقبل لتعزيز مكانتها كقوة عظمى في مجال الطاقة. ثامنا تأتي جنوب إفريقيا باحتياطي 390 تريليون قدم مكعب. جنوب إفريقيا تمتلك إمكانية كبيرة للغاز الصخري، خصوصا في منطقة كارو، حيث تقدر الاحتياطات بكمية وافرة قد تسهم بشكل كبير في تحسين أمن الطاقة الوطني. ومع ذلك تواجه البلاد تحدية بيئية وتقنية هائلة تتعلق بالتكسير الهيدروليكي، مما يثير مخاوف بيئة ومجتمعية عميقة. سابعا تأتي أستراليا باحتياطي 437 تريليون قدم مكعب. أستراليا تمتلك احتياطات كبيرة من الغاز الصخري، وتبرز مناطق مثل حوض كوبر وحوض بيريث كمناطق رئيسية لهذه الاحتياطات. الاستكشاف والتطوير في هذه المناطق لا يزال في مراحله الأولية، ولكنه يحمل وعدا بتعزيز محفظة مصادر الطاقة في البلاد. تواجه أستراليا تحديات بيئية محددة مرتبطة بالتكسير الهيدروليكي، بما في ذلك مخاوف تتعلق بإدارة المياه وتأثيرات على المجتمعات المحلية. رغم ذلك تعمل الحكومة والشركات على تطوير تقنيات وسياسة لضمان التنمية المستدامة لهذه الموارد. سادسا تأتي المكسيك باحتياطي 545 تريليون قدم مكعب. المكسيك تمتلك واحدة من أكبر الاحتياطات المؤكدة من الغاز الصخري في العالم، خصوصا في حوض بارجوس شمال البلاد. هذه الاحتياطات تقدم فرصا هائلة لتعزيز الاستقلال الطاقي للمكسيك وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي. ومع ذلك التحديات البيئية والتقنية ما زالت تعيق تطوير هذه الموارد بشكل كامل. عزيزي المشاهد، قد وصلنا إلى نصف قائمتنا. إذا رأيت الفيديو مفيدا لا تنسى ترك الإعجاب وأعطنا رايك في التعليقات حول الموضوع لنستفيد من بعضنا البعض. وبدون إطالة فنواصل قائمتنا. خامسا تأتي كندا باحتياطي 573 تريليون قدم مكعب. كندا تعتبر من الدول الرائدة في مجال استخراج الغاز الصخري، خصوصا في المناطق الغنية بالموارد مثل حوض القديس لورانس وحوض مونتيني في ألبرتا.
هذه الاحتياطات تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الكندي وتوفر فرصة لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة. الاستكشاف والتطوير في هذه الحقول يتم بموجب تنظيمات صارمة للحد من الآثار البيئية، بما في ذلك إدارة المياه للتكسير ومراقبة الانبعاثات. رابعا، أمريكا باحتياطي 665 تريليون قدم مكعب. الولايات المتحدة الأمريكية هي رائدة عالمية في إنتاج الغاز الصخري، حيث شهدت ثورة الطاقة هذه تحول جذري في سوق الطاقة المحلي والعالمي. بفضل التكنولوجيا المتقدمة للتكسير الهيدروليكي، تمكنت الولايات المتحدة من استغلال احتياطات الغاز الصخري الوفيرة، خصوصا في حقول مثل مارسيلوس وباكن. هذا النمو قد أدى إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وتعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة. ثالثا، تأتي الجزائر باحتياطي 707 تريليون قدم مكعب. الجزائر تمتلك واحدة من أكبر الاحتياطات المقدرة من الغاز الصخري في العالم، بامتلاكها الثالث أكبر احتياطي مؤكد في العالم، وهي تستكشف هذه الموارد بنشاط لتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي والدولي على الطاقة. وتضم هذه الأحواض كل من حوض غدامس أو بركين، وحوض إليزي شرق البلاد، وأحواض تيميمون وأحنات ومودير في الوسط، وحوض رقان وتندوف جنوب غرب البلاد، حيث توفر إمكانية كبيرة لزيادة إنتاج الغاز. ومع ذلك تواجه الجزائر تحدية بيئية وتقنية، بالإضافة إلى مخاوف اجتماعية تتعلق بالآثار المحتملة لعملية التكسير الهيدروليكي. الحكومة تعمل على تطوير سياسة وتقنية لاستغلال هذه الموارد بشكل مستدام وفعال، سعية لتحقيق التوازن بين تعزيز الاقتصاد وحماية البيئة والمجتمعات المحلية. ثانيا، تأتي الأرجنتين باحتياطي 802 تريليون قدم مكعب. الأرجنتين تعد من الدول الرائدة في استغلال الغاز الصخري في أمريكا الجنوبية، خاصة مع امتلاكها لحقل فاكا مويرتا، أحد أكبر الحقول في العالم. هذا الحقل يمثل نقطة محورية في استراتيجية الأرجنتين لتعزيز استقلالها الطاقي وتنمية اقتصادها. الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا المتقدمة للتنقيب والاستخراج قد مكنت الأرجنتين من زيادة إنتاجها بشكل ملحوظ، على الرغم من الفوائد الاقتصادية تواجه الأرجنتين تحدية بيئية واجتماعية. في المركز الأول تأتي الصين باحتياطي 1115 تريليون قدم مكعب. الصين تعتبر أكبر دولة في العالم من حيث احتياطي الغاز الصخري، حيث تمتلك تقديرات هائلة تفوق 1100 تريليون قدم مكعب، مما يجعلها مركزا استراتيجيا للطاقة المستقبلية. تتمركز هذه الاحتياطات بشكل رئيسي في الحوضين الكبيرين سيشوان وتريم. الحكومة الصينية تعمل بنشاط على تطوير هذه الموارد الطبيعية كجزء من مساعيها لتقليل الاعتماد على الفحم والنفط. أعزائي المشاهدين، لقد وصلنا إلى نهاية المقطع. إذا أعجبك محتوى الفيديو وتريد فيديوهات مماثلة، اضغط على أحد الصور التي تظهر لك في الشاشة، وكالعادة نلتقي في فيديو آخر بحول الله.